بيعدي فيها، بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز. كرة بتتشتت من خيمينيز. ممتاز رودريجو في التمرير، كانت قريبة جدا من المرمى. تألق غير عادي من بلاك يمنع فرصة هدف محقق الآن. ركنية باتجاه المنطقة، راحت الركنية تبعد الخطورة. كرة بتنقطع الآن من كارفخال. امبابي، انطلاقة هجومية لريال مدريد، مستحيل التصدي. اوبلاك، الله على كرة من هذه المسافة، لم يكن امام الكثير من الوقت لكن ردة فعل خيالية. كوكي، كرة تصل لجواو فيليكس. الهجوم يتوقف والكرة مع الفريق الخصم. فينيسيوس جونيور، مهارة من اللاعب في السيطرة على الكرة. توماس ليمار، الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. تمريرة كريزمان ما وصلت. عندما يكون امبابي في يومه لا أعتقد بأن هناك أحد قادر على إيقافه. بسرعته وانطلاقاته المميزة وقدرته على صناعة الفارق وتجاوز الخطوط الدفاعية بكل سهولة. في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. كوكي، بلينية مثالية خلف المدافعين. لورينتي، تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. بيلعب لك كرة بينية. رودريجو، كرة عرضية هنا لكن راحت سهلة عند الحارس وينجح في الإمساك بالكرة وينهي الخطورة. أنخيل كوريا، هجوم من أتلتيكو مدريد. أنخيل كوريا بتروح إلى جواو فيليكس. أنطوان جريزمان، أوهو، ممتاز كورتوا في التصدي. الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. كوكي بيرسلها في منطقة الجزاء. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. رودريجو، كيليان مبابي،
أتلتيكو مدريد يهاجم في هذه اللحظات. كوكي شوف اللقطة، ما راح أتفاجئ لو حكم المباراة احتس بالكرت الأصفر. صارم جدا هذا الحكم، كرت أصفر من بداية اللقاء، واضح أن الحكم ما عنده وقت، ما يتفاهم، كرت أصفر قد يحصل عليه أي لاعب في حالة أي تجاوز. محاولة من الركلة الحرة على المرمى مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب، كرة كانت خطيرة جدا. دقائق أولى تمر من هذه القمة، من هذا الديربي، والذي يعتبر حاليا الديربي رقم واحد على مستوى العالم، خاصة بعدما وصل الفريقين إلى المباراة النهائية للشامبيونز ليج مرتين في آخر السنوات. تتكلم عن التنافس، عن حجم الفريقين، عن الإمكانيات، عن التشكيلة، عن الإثارة، عن الصراع، عن كل إمكانيات الروخو بلانكو وكل ما يستطيع المرينجي. بكل تأكيد مباراة تحظى بمتابعة عالمية وتغطية إعلامية غير عادية. كيليان مبابي ينطلق يبحث عن الحل في هذه الكرة، لا ينجح في ترجمة هذه المحاولة، كرة بتتخلص الآن. توماس ليمار، الكرة تصل لكراسكو، كراسكو محاولة هدف تقدم، مستحيل، هدف أول في مرمى الغريب، فعلها الأتليتي، أتلتيكو مدريد يضرب الضربة الأولى في اليوم الكبير. نشوف الهدف مرة أخرى، واللمسة البينية الجميلة، ومن مسافة قريبة كهذه لا يمكن أن تضيع الفرصة. سيميوني سعيد بهدف التقدم وسعيد بالنتيجة. نتيجة لصالح أتلتيكو مدريد. جواو فيليكس، كرة تنقل بشكل جميل جدا من أتلتيكو مدريد. أنطوان كريزمان، استخلاص ممتاز داخل المنطقة. كيليان مبابي، الكرة الآن مع الفريق الخصم، ياني كراسكو، ماركوس ليورينتي، ملعوبة إلى كوريا، الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. ضربة ركنية لأتلتيكو مدريد. مدرب سعيد بالتقدم لكن يتمنى أيضا بأن يأتي هدف في الأمان، هدف في الاطمئنان، ولا يتمنى أيضا إهدار فرص أخرى. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18، خروج لحارس المرمى يبعد الضربة الركنية.
الطريقة الدفاعية في اللعب تشجع المنافس على الضغط المتواصل للتسجيل. يعود للخلف من عرضية جميلة، يبحث عن المساحة والمساندة، عرضية فيها خطورة، كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. هذه المرة سهلة في يد حارس المرمى، المحاولة الأولى لم تكن بهذه السهولة وتعامل معها الحارس بشكل ممتاز وأنقذ الموقف وقام بتصدي رائع. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات. يا الله، ضاعت الفرصة، ضاع الهدف، لكن يبدو بأن الراية تعلن عن وجود حالة تسلل. لحسن الحظ بأن اللعبة كان فيها تسلل. تسلل يوقف اللعبة في الوقت الصعب بالنسبة للفريق. كانت هجمة واحدة لكن الراية أوقفت الأحلام في اللقطة الماضية. كوكي، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. يصفر خطأ في رصيده، كرت أصفر من تدخل سابق. بطاقة صفراء ثانية وكرت أحمر، لم يكن الكرت الأول كافيا حتى يكون حذرا، ولكن بالتأكيد المدرب لم يتدخل وبالتالي النتيجة النهائية كرت أحمر. برافو للمدافع، خلص الكرة. كيليان مبابي، بيلينغهام، لوكاس فاسكيز، يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. ماركوس ليورينتي، كرة بتصل لكوريا، كريزمان بيعدي فيها بشكل ممتاز. جرب حظه على المرمى في التسديدة، لكن في المرة المقبلة عليه أن يختار حل آخر بدل من ضياع الفرصة بهذا الشكل. المدرب يعرف قيمة زيادة الفارق، ولذلك نشاهده يتفاعل مع كل لقطة، مع كل فرصة يبحث عن هدف آخر. إيدر ميليتاو، ميليتاو، خصم يجبر على تشتيت الكرة بعيدا بعد أن وجد نفسه تحت ضغط كبير وهاء الحقيقة. ماركوس لورينتي، الله على المرور، استخلاص رائع الكرة وإيقاف الهجمة. دفاع سيء في هذه اللحظة، إبعاد للكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. جواو فيليكس، كرة مرتدة فيها خطورة. ليمار، الكرة تعود إلى جواو فيليكس، يبعد الكرة بعد هذا التدخل. فينيسيوس جونيور، وصلت لمبابي، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. ياني كراسكو، حلوة الكرة البينية. أوهو، يبعد كرة خطيرة. ليمار، كرة تصل لجواو فيليكس، كرة بتروح للمنافس، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. مبابي، واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة. يتقدم للأمام، استخلاص الكرة في مناطق الخصم، بيلعبها في مكان. تصدي ولا أروع في هذه اللقطة، مجهود كبير في الارتمام.
يبدو بأن كارلو أنشيلوتي غاضب من ضياع كرة التعادل، ما زال يبحث عن هدف بكل تأكيد. ركنية إلى داخل المنطقة، انتهت الضربة ركنية، نجحوا في الإبعاد. تغير المسار، الكرة إلى ضربة زاوية. الجماهير تقوم بدورها في تشجيع اللاعبين، في دعم اللاعبين على تسجيل هدف التعادل. بينفذ الركنية، رأسية حلوة لا تصل للشباك، تنتهي بجوار المرمى. هجمة مع ريال مدريد، بمروءة تقدم الكرة ومحاولة، ولكن كرة تصل إلى الحارس. ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، الحارس بيخلص الكرة الرأسية، ما شكلت أي خطورة. هفوة هنا في لعب الكرة قد تشكل خطورة. خطأ متهور من حارس المرمى، كاد أن يكلفه هدفا لولا أنه تدخل لينقذ الموقف ويكفر عن الخطأ. لو دخلت المرمى لكان يلوم نفسه وتلوم كل هذه الجماهير. الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية. كوكي، تذهب لجريزمان، كراسكو يستعيد الكرة بهذا التدخل. امبابي، فينيسيوس، استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي، لكن بتضيع الفرصة وتنتهي الهجمة بلا خطورة. جواو فيليكس، البحث عن هجمة مرتدة، بتروح إلى جواو فيليكس، أنخي الكرة في منطقة الجزاء، يفتك الكرة بامتياز. انطلاقة هجومية لريال مدريد، أخرى إلى مبابي، كرة بتعود، فرصة من جديد لكرة التعادل. فدائية من حارس المرمى، أي شجاعة في اللقطة، أبعد الخطورة من أمام المهاجم. الطرف فاضي أمام كراسكو، أنطوان كريزمان، إبعاد الكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. فينيسيوس، ملعوبة إلى مبابي، مبابي، أوهو، ريال مدريد كان قريبا من تسجيل التعادل لكن ضاعت الكرة. كارلو أنشيلوتي غير سعيد لإهدار فرصة التعادل، هدف كان من الممكن أن يجعل فريقه في موقف مريح جدا. هجمة مع ريال مدريد، يحجز على كرته بشكل قوي جدا،
يكسر التعادل الآن. إبعاد ممتاز الكرة من مناطق الخطورة. مبابي فرصة أمام فينيسيوس. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. ماركوس ليورينتي. جواو فيليكس. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. أنخي الكرية. الكرة تعود إلى جواو فيليكس. المنافس يسيطر على الكرة. بيلينغهام. وصلت لمبابي. كيليان مبابي. مبابي بيرسلها. يمنع تسديده من المرور. ممتاز الوقوف في وجه الكرة. تصدى للعديد من الكرات ودافع عن المرمى ببسالة. هجمة مرتدة الآن ممكن تشكل خطورة. حلوة الكرة البينية يكسر فيها المدافعين. كرة تصل لجواو فيليكس. كريزمان. تسديدة ملعوبة قوية لكن تعتري العارضة. المدرب شوف واضح كيف يتفاعل مع كل كرة في الملعب. هو يعلم أيضا قيمة بأن تتقدم بهدفين ولذلك يدفع فريقه للتسجيل. ليمار. جراسكو. هدف بيريح الأعصاب. هدف بيزيل التوتر. هدف بفارق الهدفين. مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. نشوف إعادة الهدف. نشوف روعة التصويبة. نشوف القوة في التسديدة. وضع في الكرة كل قوته حتى لا يعطي للحارس أي فرصة في إيقافها. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تدخل ذكي واعتراف الكرة. أتلتيكو مدريد يهاجم في هذه اللحظات. بيعدي فيها فرصة الآن. يا الله في الزاوية الأرضية. شوف الكرة عدت الحارس. الكرة في المرمى. شوف اللقطة. شوف الإعادة. شوف المرور بكل سهولة. أشعرنا كما لو كان في الملعب أمام فاضي تماما. هدف رائع. كما نشاهد ونتابع شوط أول من طرف واحد. من الصعب على الفريق الخصم أن يعوض هذا الفارق من الأهداف في الشوط الثاني. فينيسيوس جونيور. مبابي يتوغل. بيعدي بالكرة الآن. يقطع باتجاه العمق. كرة جميلة في مكان خطير. كرة بينية أمامية. مستحيل التصدي يا أوبلاك. الله على كرة من هذه المسافة. لم يكن أمام الكثير من الوقت لكن ردة فعل خيالية. ركنية في المنتصف. رأسية بتروح من فوق العارضة قريبة جدا من المرمى. كانت خطيرة جدا وكان ممكن نشاهدها في المرمى.
بيلينغهام يسير بالكرة باتجاه المرمى، تمركز ممتاز من المدافع، يقطع ركلة جزاء لريال مدريد. حكم يكتفي باحتساب ركلة الجزاء هنا، أعتقد أن اللاعب كان يستحق إنذار بعد هذا التدخل. كرة بتضرب في القام، بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. جواو فيليكس ملعوبة إلى كوكي، بتروح إلى جواو فيليكس، رائع في قراءة الفريق الخصم. بيلينغهام رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. أنطوان غريزمان، الكرة في المرمى، بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري، مباراة لن ينساها أبداً. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة، ومن مسافة قريبة كهذه لا يمكن أن تضيع الفرصة. المدرب الآن بدأ يفكر في حلول، لكن أيضاً واضح الياس بدأ يتسلل، نتيجة تؤثر عليه بشكل سلبي. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. مبابي، فينيسيوس، يا لعيب، شوف الجيكاوت في اللقطة الماضية، ضغط متواصل الآن مع ركلية أخرى. نشاهد كرة الهدف على الشاشة الآن. في الإعادة نشاهد هذا الهدف الرائع من تصويبة بوجه القدم، الكرة من داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى على المرمى. تنفيذ الضربة ركنية في وسط منطقة الجزاء، خروج حارس المرمى في التوقيت المناسب لإبعاد الضربة ركنية. ينتهي شوط المباراة الأول مشاهدينا، الآن استمعوا إلى هذه الأصوات، وشايف هنا هذه الاحتجاجات، واضح أن الجماهير غير سعيدة بما حدث والغضب على حكم المباراة بسبب قرار الطرد واللي يشعرون فيه ببعض الظلم، لكن الحكم لا يلام على الطرد، الجماهير غالبا تفكر بعاطفتها وبمشاعرها تجاه فريقها. الآن عندهم 45 دقيقة. كانت قريبة جدا من المرمى، تألق غير عادي من أوبلاك يمنع فرصة، بتروح إلى جواو فيليكس،